لاباسي كي دايرين؟ لاباس بخير. اليوم انا جيتكم كيف وعدتكم بالقصيعه ان شاء الله ديال الرفيصه ديال تريد. دابا ما نطولش عليكم، غنقول لكم شنو كنحتاج فيها. عندي دجاجه، ها هي الدجاجه ديالنا 2 كيلو. عندي ثلاثه البصلات، التريد ديالنا ها هو خبزته بيدي وها هو قطعته على هذه الطريقه هذه. من بعد نقول لكم شنو غنديروا له فاش نجيو نسقيوه. المهم هذه الكبيده والكوانص، هذه الثومه، زيت العود، نص ليمونه مصيره. الثومه درت انا هادو صحاح حيت اخواتي كاينين الدراري اللي ما كيبغيوهاش، ما كيبغيوش الثومه في الطياب. انا درتها هكا باش كطيب وكتحط اللي بغاها كيهزها ويديرها قدامو. هادي شويه ديال الحلبه مدقوقه، هادي الملحه، سكينجبير، راس الحانوت، شويه الكوزه محكوكه، الابزار، الخرقوم، السمن، سمن حار كيف كتعرفوا انا مصاوبه على يدي، كاس ديال الحلبه، كاس ديال العنبه ديال الحلبه، زليفه ديال العدس، وكويس ديال الماء خلاص باش نخلطوا الشرميله. اخواتي دابا غادي نبداو ان شاء الله. بسم الله نبداو عطريتنا بعدا. بسم الله، هذا سكينجبير، هذا راس الحانوت، بسم الله يا ولدي، بسم الله بسم الله وليدي. هذه شويه ديال الكوزه، معلقة البزار، الخرقوم، ثومة مدقوقة. بسم الله، هذه غتكون الشرميلة ديال الدجاجة. بسم الله دابا نخلط الشرموله. بسم الله على بركه الله. بسم الله بسم الله. ناخذ الدجاجه ديالنا نديرو فيها الشرموله. الشرموله بسم الله. بعض المرات راه حنا كنشرملوها في الليل وكتبات في الشرموله باش كيدخلوا لها دوك العشوب دوك تسخن وداك الشيء باش كتجي مزيانه الفيسه ديالنا كتجي لذيذه. دابا انا غادي نشرملها وغادي نخليها ترقد واحد الشويه ندخلها التوابل ديالها وديك الساعات عاد نصبها نص واحد الكبيده. اما الكبود الاخرين دابا نقول لكم شنو درت بهم. هذه نص ليمونه كنزيدها معاهم، ليمونه مصيره، واحد شويه ديال السمن. بسم الله بسم الله ولدي. بسم الله الله يحفظك ليا وليدي. هادو غادي نديروهم في كرش الدجاجة. هادو درناهم بالتوابل ديالهم باش كيزيدو ملي كتكون كطيب
كتلقوا فيها وكيدخلوا العطور. دابا هذه غادي نخليوها مرقده شويه في هذا العطور. اخواتي غير اللي بغيت نقول لكم الدجاجه ديالنا هي هذه، غادي نطيبها بوحيتها غير مع البصيله والزويته. اما الحلبه والعدس راني عارفه بعض الوليدات ما كيبغيوش ياكلوهم، هادو غادي ملي غطيب الدجاجه غادي نزولوها وغادي غادي ندير شويه ديال المرق بوحديتهم، نطيب فيه الحلبه والعدس بالتسخن ديالهم بوحديتهم، حيت الدراري اليوم ولا اليوم ما كيبغيوش الحلبه، كيقول لك كتدير فيهم واحد الريحه. لا دابا الدجاجه ديالنا، الدجاجه ديالنا هي دخلتها الشرموله، دابا غادي نصبوها بسم الله. هادي ثمن كاس زيت العود بسم الله، هادي من بعد نديروها ان شاء الله. هادي الدجيجه ديالنا بسم الله، الشريمله ديالنا غادي نخليوها تقلى الدجاجه ديالنا شويه، ومن بعد غنزيدو عليها البصله ونخليوها تطيب، ما كنسدوش عليها كنخليوها تطيب على المهل. الملحه ما درتهاش في الكرش ديال الدجاجه، علاش؟ لان نص ليمونه مصيره مالحه. دابا عاد غنزيد شويه الملحه المرق على برا، لان الداخل ديال الدجاجه تكفي ديك نص ليمونه، لان مالحه غتطلق الملحه ديالها. نزيدو شويه ديال نطيبها، نخليوها تقلى شويه، من بعد ما تقلى غادي نضيف عليها البصله ونزيد عليها كويس د الماء. بعد ما طابت الدجاجه ديالنا حيدناها ودخلناها للفرن، دابا غادي نقصوا من المريقه باش نردوا الحلبه والعدس يطيبوا بوحديتهم. دابا هاد المريقه غادي نسقيو بها السريد ديالنا. هادي سردية طيابة، مريقتها بيضة ماشي مريقتها كحلة، يعني كتجي زوينة. الحلبة ديالنا منقية مغسولة، سيداتي هنا زدت شويه ديال راس الحانوت وديك شويه ديال الحلبه المدقوق وشويه ديال الكعبه، هيا ضفتها عليهم لان غادي يطيبوا بوحديتهم، خصهم شويه العطور يتزاد معاهم. داك شويه ديال الثومه اللي بقى هنايا ديال زيت العود، بحال ديك ثلاثة د المعالق ديال زيت العود زدت معاهم. دابا غادي نزيدو المرق ونخليوه يطيب. الضريسات ديال التومة ديالنا اللي درنا صحاح، ها هما طابو، غادي نحيدوهم بوحدهم بسم الله. هادي كيتحطو مع العدس والحلبة، اللي بغى الثومه كيديرها قدامه. حنا هادشي كله كنجريو على وليداتنا باش ياكلوا لنا الرفيزه، كنبغيوش نكثروا لهم الثومه ولا نكثروا لهم الحلبه والعدس غادي ياكلوهاش. ها هو دابا غادي نردوه في الكسكاس يفور.
تقطع ديالو انا قطعته على هذه الطريقه باش كيجي مزيان، ملي كيتسقى كيجي مزيان، حتى الماكله كيجي ساهل. غير هكا بمقص اولا بموز فوق القطاعه، غير هكا هكا غير هكا وكيجي هكا. باش ملي كاين تسري اللي كيبغي ياكلو بيدو، كاين اللي كياكلو بالشوكه، باش ما بغيتي كتلقايه بعدا ساهل. بسم الله دابا غادي نديروه باش نديروه يتفور باش نقدمو الطبق ديالنا النهائي ان شاء الله. بسم الله ديالنا ها هو وجد، فورناه وها هو كي كتشوفوا في الطبق ديال التقديم. ها شوف كيجي. دابا غادي نسقيوه. عندنا التزيين البيض ديال السمان، هادي القرعه الحمراء مع السلاب الكوزه والقرفه، وراكم عارفين معلقه د العسل. هذا الكاشير براس الحانوت والكوزه والبيض والكبود، هادو التزيين. هادو غير الورقه ديال التريك، لونها بحال العشيشات وبالزبده، وحشيناها في الفران شويه تحمرت. هذا شويه ديال اللوز مهرمش، وهادو حبيبات اللوز من الفوق، وهذه الثومه ديالنا خلاص، وهذه الدجاجه ديالنا ها هي موجوده. دابا اخواتي غادي نسقي. بسم الله العدس ديالنا والحلبه طابوا بوحديتهم. دابا هذه شنو عندي؟ عندي غير البصله بوحديتها والمرق. بسم الله بسم الله. الحلبه بوحديتها غادي نديرها في الغطيرات باش اللي بغاها غادي ياكلها، واللي ما بغاهاش ياكل عادي رفيصه مسقيه بالمريقه وصافي، ما فيها لا حلبه ولا والو. البصيله ديالنا مبغيتش نعسلها، لان البصله ديال الرفيصه كيخصها شويه تجي باينه، ما تجيش معسله باش كتعرف رفيصه. اخواتي هو تسقى. دابا غادي نديرو الدجاجه ديالنا، ها هي بسم الله. بسم الله نبداو بالكاشير ديالنا الاول. بسم الله صدقوني هذا الكاشير كيجي لذيذ براس الحانوت، هذا باش معروفين تسخن. هادو العشيشات ديالنا. الطبق ديال الرفيسه هو هذا، ها هو وجد. دابا غادي نرجعوا للعدس والحلبه اللي طيبنا بوحديتهم بالنسبه لوليداتنا اللي ما كيبغيوهمش، حنا غادي نديروهم ها هما في الطبيصلات اللي بغاهم غادي يديرهم. وصدقوني راه جاوا ولدات بزاف باش عيتكم، وجربوهم غادي يعجبوكم. بالنسبه للبرد راه هادي هي رفيسه ديال البرد، وان شاء الله نهار اخر غادي ندير لكم رفيسه ديال الصيف. رفيسه الصيف عاوتاني بوحديتها غتعجب وليداتي، وليداتي وبنياتي كلشي غتعجبهم. هادو ومعلقات والرويس ديال الثومه اللي بغاها. الطبق النهائي هو هذا، العديسه والحلبه ها هي. وليداتي كلوا رفيسه بالصحه والراحه، ما فيها لا حلبه لا والو، باش ما تخافوا لا من ريحه الحلبه ولا والو. وسميتو شحال نقول لكم، شاركوا معايا في القناه ديالي وبارطاجيو، وراه صدقوني راه عندي بزاف ما نقدم، عندي شيوات وعندي الجديد ان شاء الله.
وبالصحة والراحة، وإلى اللقاء إن شاء الله. طبق تالي.